أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم المشاركة في بعض الشركات التي لها تعاملات ربوية؟ لا تشارك فيها ما دام من جملة مكاسبها الربا، فلا تشارك فيها. جاء في الحديث أن الدرهم الواحد من الربا يعدل 36 زنية، الربا 70 حوبا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، الدرهم الواحد. فكيف باللي بيجيه ملايين ومئات الآلاف من الربا ويقول هذا سهل، هذا شيء يسير ولا يضر، له الدرهم واحد. نعم.